هذا شلال سكوغافوس، بس ليش ما نقدر نمشي من وراه؟ ليش تتوقعون؟ يوم تكلمنا عن شلال سيلينيافوس، شو الفرق بينه وبين هذا؟ لأن هذا أبعد من البحر، هذاك أقرب، فالرياح تضربه على طول، وهذا عنده، وهذا الشلال عنده وسيلة دفاع من الهواء، فشو وشدة الماي ما تقدر تخلي الرياح تضغط على الماي على داخل. اي حد يزور ايسلندا لازم يسوي جولة المثلث الذهبي لو ما عنده وايد وقت، على الاقل هاي الرحلة، هالرحلة بتاخذ يوم او يومين. المثلث الذهبي بيمرر الشخص على اغلب الظواهر الطبيعية اللي موجودة في ايسلندا، بس شو يغطي بس منطقة الجنوب. اما بالنسبة لتصوير هذا الشلال له وايد اماكن، انا شبعت منه في الرحله اللي طافت، ولكن شوفوا هني في ناس فوق وفي دري يصعدك لين فوق وبعدين توصل على هاي النقطه، وفي نقطه ثانيه بعد من فوق. وهي طبعا اسهل رحله في ايسلندا هي رحله الجنوب، فيها وايد اشياء ومن احلى مناطق ايسلندا، لكن لو بتسوي الجزيره بكبرها بتشوف فيها أشياء، حتى الناس الاعتيادين اللي يسورون أيسلندا بس يغطون الأشياء السياحية بتشوف فيها أشياء وايد أكثر، وتقدر تسوي رحلات جوية، وهذا من أهداف رحلتي هاي باكر إن شاء الله. بعد من بعد جزر الخرفان ما حطينا خرفان، خرفان أيسلندا. بعد ما بردت الماغما تحولت بهالشكل، استوت مثل بازلت سداسي او رباعي. فهناك مجموعة من الشواطئ في العالم، من بينها هذا الشاطئ، في الشاطئ الاسود يسمونه في ايسلند، وبعد في اسكتلندا تكون هالاشكال، وبعد في شلالات تكون بهالطريقة. شلال من هالشلالات شلال سفارتيفوس اللي يسمونه الشلال الاسود. الشاطئ الاسود استوى اسود من شو؟ من البراكين، من قبل آلاف أو ملايين السنين. شوف هني كيف تجمدت الصخور حتى ما وصلت للأرض، الماغما يصب من فوق ما نزل. وكل ما كان المكان أوسع بالنسبة لحركة الماغما، كل ما شكلت هذا الشكل قبل الذوبان. فترة الحرب العالمية الثانية قلنا أن أمريكا كان عندها قواعد في أيسلندا، أما جزر الفارو كانت قواعد بريطانية، لأن قد ما يقدرون يبون يبعدون الحرب عن بلادهم ويحطون رادارات أقرب للعدو. فجزء كبير من شوارع أيسلندا انبنت عن طريق الأمريكان، لأنهم كانوا يبون ينقلون معداتهم من منطقة لمنطقة وكملوها. وحتى بعض المطارات والمهابط الجوية في مختلف الأماكن، حتى أماكن ما توصلها السيائر. نفس الحال في جزر فار، المطار الرئيسي بريطانيا مسوتن. تكون الجزيرة والمنحدرات العالية اللي فيها، خاصة اللي باتجاه البحر، توفر بيوت مناسبة للطيور. في أماكن السيارات ما توصلها، مشكلة مو بكل حد يقدر يفهم أن بعض الأماكن لازم تنزل وتمشي لها. شوف الماي الحار يطلع من الإبل هنا والدخان.
تشوفه هنا ما اعرف شلالات تبين ولا لا، عدة شلالات بسبب ذوبان الجليد.